حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج قريب منكم مع ضيفي والحوار الخاص مع السيد النائب طه الدفاعي عضو لجنة النزاهة النيابية. سيادة النائب كيف الحال؟ الله يحفظك. إن شاء الله بخير. شرفت. شلون وضعكم؟ الجلسات الأخيرة الحمد لله ومنها كورونا والأمور كلها اللي تراكمت عليكم جيدة إن شاء الله؟ جيدة ولكم ضغوطات بس الحمد لله. ضغوطات منين؟ ضغوطات يعني اتخاذ القرار موازنة وقبلها المحكمة الاتحادية هذه ما مرت بسهولة يعني احنا نقول الحمد لله والشكر مرت الحمد لله لكن هسه هي المشكلة الأكبر اللي خليني بديها وياك راح يخلص الربع الأول من هاي السنة والموازنة لحد الآن مشاكل كبيرة راح ينتهي الربع الأول واحنا بلا موازنة شنو المشكلة شنو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك والمشاهدين الكرام حقيقة الموازنة هي صار لها حوالي أكثر من شهر عندما وصلت إلى هيئة الرئاسة تمت من خلال اللجنة المالية وأيضا الحكومة تم مناقشة كل الفقرات لكن المناقشة لا ليس معناها أنها الموازنة ستكون جاهزة للتصويت لأنه أغلب أعضاء مجلس النواب يعني هم طلعوا على الموازنة المسودة الأولى و ايضا المناقشات اللي صارت لكن الموازنه بعد المناقشات عندما تذهب للجنه الماليه تخضع للتغييرات بشكل كبير نعم يعني التغييرات اللي حصلت في الموازنه تتجاوز ال 60 الى 70% في بعض الفقرات لذلك احنا اضطرينا انه نطلب الموازنه اللي تم اجراء عليها تغييرات نعم باستحداثات تغييرات لذلك عندما طلعنا عليها صارت عليها كثير من الاعتراضات و الاعتراضات هي بشتى مختلفة يعني قسم من عندها تخص إقليم كردستان قسم منها تخص المحافظات والتخصيصات جبناها على إقليم كردستان حتى نتحدث بها بالتدريج الكتل الكردية تتهم الكتل الشيعية بأنها انقلبت عليها يتفقون بالليل والصبح يصير غير اتفاق أو غير كلام شنو الموضوع منو انقلب على منو أنا أريد أتحدث بصراحة على موضوع موازنة الإقليم. أنا من الدورة الماضية وكنت أخضع يعني ناقش الموازنة على مدار السنوات الماضية من 2014 إلى يومنا هذا. الموازنة الإقليم في كل مرة تضع نصوص. هذه النصوص هي نفسها تتكرر كل عام من عام 2010 إلى 2020. نفس هاي النصوص. نفس النصوص. تسليم 250 مقابل تسليم على الإقليم أن يسلم 250 ألف برميل مقابل حصوله على حصته وتجي للموازنة شهر بعد شهر تسويف إلى أن تنتهي العام كامل بدون أن يسلم الإقليم ولا سنت واحد لا نفط ولا أموال صار 10 سنوات على أكثر من 10 سنوات منذ أن طرحت موازنة الإقليم أعتقد 2010 بدأت نخلي بالموازنة حصة الإقليم إلى يومنا هذا خلي يتحدث الإقليم بصراحة ويقول وعلى عنده وثائق يقول أنا سلمت هلقد برميل إلى حكومة الإقليم يعني هنا بهالنقطة هاي بأنه الأحزاب الكردية هي تنقلب على الكتل الشيعية لا ما كل التزام من حكومة الإقليم تجاه النص الذي يتم وضعه في الموازنة زين هسه وين وصلتوا بالمفاوضات والنقاشات الموازنة والوفود الكردية هسه راح أقول لك شيء البصرة النفط مالها في تزايد يعني مرة صدر 3.25 مرة صدر 3 بسبب تخفيض أوبك نزلنا إلى 3 إلا 100 تقريبا مليون يورو 900 وحصة الإقليم أو 3 صار هسه طيب الإقليم من عام 2010 هي نفسها 250 ألف ما معقولة الإقليم صار له 10 سنوات ما قدر يزيد إنتاج النفط أو تصدير النفط عن 250 ألف برميل لذلك القوة الشيعية وخاصة النواب الشيعة يعني وكثير من النواب نعم. اللي حتى اللي ما يحكي بس هو داخله موجود هذا احنا قلنا معلومات أكيدة وتقاريرهم تقارير ديوان الرقابة المالية وديوان رقابة الإقليم وهي الوثائق اللي جابتها حكومة الإقليم إلى وزارة النفط والحكومة العراقية 460 ألف برميل يصدرون لكن المعلومات اللي عندنا هو بحدود 650 ألف برميل يصدر من الإقليم احنا نقول ما دام الدستور يقول النفط العراقي هو يعني الاقليم ده يتلاعب عليكم اكو حصص او اكو نفط يعني يهرب ويصدر خارج من المسؤول عليه حكومه الاقليم
يعني اذا الاقليم هسه وفق كلامك ماكو رقابه على حكومه الاقليم استاذ شيخ، هسه على وفق كلامك بانه الاقليم او الاحزاب الكرديه اللي تتلاعب عليكم؟ اكيد مو اليوم، من سنوات اكو تلاعب، في لا اكو التزام ولا اكو صدق في عمليه تسليم النفط المصدر. يعني المفروض اكو شفافيه. نعم. مثل ما انت تريد مني اني كحكومه اتحاديه وكنفط وسط وجنوب بصره وميسان ويسلموك اخر قطره من نفط مصدر كاموال وايرادات، انت عليك ان تكون ايضا شفاف وتصدر وتعطي للحكومه ارقام حقيقيه ما صدره، سواء بالحوضيات بالتناكر الحوضيات بالتهريب او ما صدره فعلا عن طريق الانبوب اللي هو يمر بكردستان ويطلع الى جيهان. السبت القادم ايش راح يصير؟ هم نفس السيناريو. شوف اقول لك احنا المفروض سومو هي من تستلم تصدير النفط. هسه احنا حتى الاتفاق اللي صار الاخير هو تسليم اقيام، يعني نعم. يعني هم يصدرون النفط يقولون يابا هاي مال 250 الف برميل، وبعدين من النتيجه يقطعوها يمهم يقولون يابا انطونا الباقيات. زين، هذه مدار كل السنوات نفس الاتجاه ونفس الاليه من عامل هذا السيستم. هذا السيستم ما يغيروه. تمام. وكل سنه نخلي الفقره وما يصير بها التزام. احنا في هالمره مو هسه هالمره، العام عندما صارت الانخفاض النفط وصوتنا على الاقتراض من البنك المركزي. طيب. ايضا احنا ما اعطينا حصه لاقليم كردستان، واصرينا نواب على انه احنا ما نسلم حصه الاقليم، لانه الاقليم بدا يلتزم بحصته من 250 يسلمها للحكومه. انت تقول هي اكثر من 10 سنوات وما ملتزم. لا ماكو التزام. تتوقع بانه هسه السبت القادم راح يكون اكو التزام، راح يكون اكو اتفاق، لو همين راح نبقى شوف هالمشكله هاي. الواقع الايام السابقه والاشهر السابقه عندما كان سعر النفط البرميل منخفض كانت حكومه الاقليم تضغط بشكل كبير وممكن توافق على اي شرط. نعم. لكن كل ما يصعد سعر النفط هم شويه يصير عندهم اريحيه في عمليه زي. التفاوض لانه ممكن عن طريق النفط اللي صدروه يحققون في شيء من الاموال، لذلك هسه هم تفاوضهم اصعب من قبل 4 أشهر او 5 عندما كان النفط ب 30 و 40 و 50. نعم. الان النفط اكثر من 60 دولار، لذلك هم يفاوضون على انه شروط معقده. يعني احنا قلنا لهم بقضيه واحده، قلنا لهم هم وافقوا على 460 الف برميل. نعم. وتستخرج من هاي ال 460 الانتاج المحلي، ما يحتاجه من الانتاج المحلي والمصاريف التصدير. طيب. والاستخراج تبقى حوالي اقل من 250 الف برميل. قلنا لهم زين، اذا صدرتوا اكثر من 460 الف برميل، 461 الف برميل او 62، هاي الالف والالفين وين تروح؟ يقول لا احنا بالنسبه لنا متفقين وياكم 460، حتى صار زياده هاي مو لكم. قلنا لهم هاي تروح، يعني هذا هو يردون. قلنا لهم اي لهم طبعا، قلنا لهم احنا بالنسبه لنا مثل ما ابو البصره وابو الجنوب اخر برميل يسلم السومة، انتم المفروض اي برميل يصدر المفروض يكون واضح وشفاف امام الشعب العراقي. هم هذه الاختلافات ترى الجوهريه. اقليم ماكو اقليم، اقليم اقليم، انت اكو دستور يحكمنا، النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي. نعم. مثل ما ابو البصره يسلم اخر نفط، خو هسه تروح البصره تسوي اقليم. نفط كردستان هم نفس الحاله. وانا اخو قلت لهم اذا تقولون هالشكل خلي لعد ابو البصره اذا صارت عنده زياده 250 الف برميل انتم ما مشكله. ياخذها تاخذها له. ما لكم حصه بيها. هذا ما يصير. لازم تكون اكو شفافيه واضحه في إدارة دولة. إحنا إذا بقينا هالشكل ما رح يصير دولة. زين ليش ما تصوتون على الموازنة بالأغلبية؟ بالنتيجة عدنا أقرب مثال قانون العجز المالي اللي تم تمريره بالأغلبية. بالنتيجة إذا صار إصرار وماكو قناعة من النواب صدق تمرر الموازنة، تمرر بدون موافقة الأكراد، تمر بالأغلبية. إيه أكو هواي حبايب للأكراد، أكو ضغوطات علينا، لكن أعتقد إذا النص ما يلائم محافظاتنا وما يلائم الحجم الفقر اللي يسود في مناطقنا والوسط والجنوب صدقني ما نمشي الموازنه. زين اكو مقترح بانه الاقليم قد يتجه الى الاستقلال المالي؟ اكو هيك شيء؟ خليه يروح يستقل، انا اقول لك خليه يروح يستقل ماليا واداريا. افضل؟ افضل. يعني ما اذا يقدر إذا, اذا اذا يقدر يحقق استقلال مالي واداري خليه يروح يحقق، بس ما راح يقدر. لانه هناك اكو شيء مقترح لو ماكو؟ لا هم يعني سمعت هناك تهديدات من البعض، ليس الكل، بعض السياسيين الكرد على انه لديهم سياسه اخرى في حق انه لم نحصل على حقوقنا من الموازنه الاتحاديه سنتجه الى اتجاهات اخرى. انا ما اعرف شنو الاتجاهات الاخرى،
لكن احنا عندنا دعوه قائمه عليهم في عمليه تصدير النفط خارج الدستور لا يسمح. نعم. والدول اذا نقيم دعوه في المحاكم الدوليه نحن نحقهم. عندنا اكو عندهم احباب واقفين لهم. نعم. يعني كنا نسمع كنا بانه حكومه عبد المهدي يتهموها بانه هي تميل الى الكرد. الحكومه الحاليه حكومه الكاظمي هم تميل الى الكرد لو لا؟ طبعا هم اغلب الحكومات اللي مرت ما عدا حكومه عادل حيدر العبادي كان لها موقف، لكن عبد المهدي سابقه كانت ما موجوده يعني عند الحكومات السابقه. اكو مجامله، لكن زمن عادل عبد المهدي لا، كان احنا نقول ماكو تصدير، اكو نص يقول ماكو اموال تروح للاقليم، هو كان يعطي زين. وحاليا يعطي 453 مليار شهريا الى حكومه الاقليم. صحيح هذا الشيء نذكره. زين وحاليا حكومه الكاظمي الكاظمي التزم بالنص، نص قرارنا مال الاقتراض، ولكن اعطى بالفترات السابقه اعطى اموال، لكن التزم بقرار البرلمان، وايضا هسه الملزم هو عليه انه يلتزم بقرارات الموازنه قانون الموازنه. اذا ما يسلمون المفروض راح نخلي نص. نعم. في حاله عدم التسليم لا يسلم سنت واحد الى الاقليم، لازم يلتزم السيد الكاظمي في هذا الموضوع. وتتوقع بانه يلتزم؟ والله هذا قانون ولازم يلتزم. مو انت هسه انت تقول والله يتعرض للاستجواب. هذا قانون السيد عادل عبد المهدي التزم بهاي القوانين؟ لا ما التزم. يعني الكاظمي باستطاعته بانه ما يلتزم؟ هو لحد الان رجل شفنا عنده التزام ما اعطى، لكن ينتظر الموازنه. نعم بانتظار الموازنه. طيب مطالبات كبيرة وشعبية بتخفيض سعر صرف الدولار، هاي المطالبات راح تنفذ لو خلاص الدولار راح يبقى على 45 أو أزيد؟ شوف أستاذي العزيز، إحنا واجبنا كمجلس نواب نسوي ناقلات نعدل، لكن ليس من حقنا كمجلس نواب أنه إحنا نخفض في الموازنة أو نرفع من الموازنة بشكل كبير. نعم. الدولار وضع البنك المركزي مع الحكومة العراقية، لكن هناك توجهات من كتل سياسية ونواب على أنه هذا راح يأثر على الفقراء بشكل كبير. نعم. وطالبنا وجمعنا تواقيع على تخفيض سعر الدولار، لكن الحكومة تقول أنا دزت لكم موازنة على سعر صرف 145، في حالة إحنا غيرنا لازم كل بنود الموازنة وفقراتها وجداولها تتغير، ما يعني معناها لازم نرجعها إلى الحكومة تعيد النظر. إذا خفضنا الدولار تعيد النظر في عملية توزيع الأموال. يعني بخانة الشيش حطوكم؟ طبعا صعبة جدا، يعني هو من جابه يعني خلاص راح يتم التصويت على الموازنة بسعر صرف 145. طبعا ما تقدرون ترجعون 119 يعني حتى بس نكون واضحين. مع أنه أكو ضغوط وكتل قالت إحنا ما ندخل، لكن بالنتيجة من الصعب تغير سعر الدولار. دكتور انت ما اعرف بصراحتك شيخ، اريدك تركز لي على هاي النقطه وتجاوبني اجابه صريحه عليها. يعني سعر صرف الدولار راح يبقى مثل ما هو الان حتى العالم تعرف؟ انا اعتقد سيبقى على سعر اللي حددته الحكومه العراقيه، لان من الصعب تغييره. اذا صار تغيير وضغط وغيرنا سعر لازم ترجع الموازنه للحكومه ونغير كثير من الجداول. واكو هيك طاقه عندكم او هيك امكانيه؟ لا راح يتاخر الوقت علينا، والناس محتاجه للموازنه، ولازم احنا يعني نوافق على الموازنه حتى تمشي العمل. الناس يعني مشاهدينا، السيد طه الدفاعي عضو لجنه النزاهه النيابيه كلامه صريح بانه الموضوع اللي شاغل الشارع العراقي والشعب العراقي باكمله اللي هو سعر صرف الدولار راح يبقى مثل ما هو عليه على حسب قوله. طيب سيادة النائب خلينا ننتقل إلى ملف النزاهة. موضوع الدولار يقودني إلى ملفات فساد كبيرة وكثيرة، وأبرزها ملف مزاد العملة صار من عنده. صحيح ما يقال أن الفساد انخفض بعد تغيير سعر صرف الدولار، لو بعد نفس الشيء لا، بزيادة سعر الدولار أو صار تغيير كبير. سابقا قيمة الدولار عندنا منخفضة و تستطيع أن يهرب الدولار خارج العراق. نعم. ثانيا المواد الغذائية تجي وكل السلع التجارية الأخرى ممكن تجي بسعر منخفض، وبالتالي تأثر على المنتج المحلي سواء الصناعي الزراعي. ارتفاع سعر الدولار كثير من السلع أصبحت غير مجدية في عملية السيارات إلى داخل العراق. ارتفاعه ما خلى نعم أنا أثر سبب لفتح ملف مزاد العملة.
الملف ترى وراء قوة سياسية كبيرة ومافيات ومصارف، واحنا بالدورات الماضية صار تحقيق بي وفتح هذا الملف، لكن ما حد يقدر يوقف بوجههم؟ يعني لا، صار هسه بالفترة الأخيرة صار استجواب، ولكن الاستجواب تأخر كثيرا، اكو قوة سياسية لا تقبل الاستجواب. من هي هذه القوة؟ معروفة القوة السياسية، لا تخليني في هذا في هذه الزاوية. قوة سياسية لا ترغب في استجواب محافظ البنك المركزي. زين، اذا هي القوة معروفة، يعني انا ما رد ألح عليك بالإجابة، بس هي القوة معروفة والاغلب ده يتحدثون بها، شنو المانع؟ شوف اقول لك شغله واحده، اغلب القوى السياسيه الاغلب لديها مصارف ومستفاده من مزاد العمله، وبالاضافه الى الاحزاب اكو جهات اخرى لها تاثير، عندها مصارف، عندها علاقات، ايضا مستفاده من مزاد العمله. الان مزاد العمله الفارق كلش قليل ما تبيع الدوله وما بين السوق التجاري. شوف دائما البنك المركزي بدا يبيع اكثر من 80 مليون دولار، يعني الطلب قل كثيرا، بينما سابقا اشقد النمر من 119 ينباع 125 126، اشقد اكو ارباح طائله لهذه المصارف. نحدد الاحزاب المستفيده؟ اصل انا قلت لك اغلب الاحزاب، بعدين يعني الاحزاب معروفه، يعني نقدر نحط بين قوسين احزاب اسلاميه؟ لا، مو بشرط احزاب اسلاميه، يعني اغلب الاحزاب اللي موجوده. طيب اشقد يقدر حجم الفساد بمزاد العمله حسب تقديراتك انت او تقديرات لجنه النزاهه؟ والله الفترة الأخيرة اللي صار بها فارق بسعر الدولار عندما كانت تبيع الدولة 119 وهو ينباع 126، أتذكر صار بتصاعد، نعم، قبل مرحلة تغيير سعر الدولار صار في فارق كثير، نعم، المصارف استفادت مليارات من هذه مليارات الدولارات، نعم، مليارات استفادت على حساب الشعب العراقي. إيه، هذه يأخذها بتسع نمر وعشر نمر، شوف ايش قد فارق بي، وهو يوميا المصرف كان يبيع بحدود من 200 الى 250 مليون. لهذا السبب انه بورصه الكفاح قامت تبيع اقل من البنك المركزي. طبعا هاي لا، بفتره تغيير الدولار صارت هذه. عندما تم تغيير الدولار ما كان اكو اقبال صار على شراء الدولار، وكلها متوجسه وصار تخوف، لذلك قام الناس حتى اللي عنده دولار لا يبيع ولا يشتري. زين، انتظروا انه يصير استقرار بسعر الدولار، لذلك صار عمليه البيع والشراء. يعني حجم الفساد قد تقدر انت؟ مليارات الدولارات. طيب خلينا ادخل بعمل لجنه النزاهه. لا، راح اقول لك، شوف حجم الاموال اللي طلعت خارج العراق عن طريق بحجج استيراديه كمواد غذائيه سلعيه بشكل كل انواع السلع، نعم، يعني بس هي مو كلها، لو جيت تقارن فعلا، هل هذه الاموال اللي خرجت اللي هي بحدود 350 مليار دولار على مدار السنوات الماضية، هل فعلا 350 مليار دولار هي كلها دخلت سلع العراق؟ لا، لو تجي تحسب فعلا تلقى يعني 10-15% 20% زايد هو سلع، والباقي بحجة السلع بفاتورات مزورة تم تهريب هذه الأموال خارج العراق. نعم، بصورة علنية، يعني معروف هذا الشيء. نعم، هو هذا المصرف يستلم منين؟ المصرف المصارف اللي تعامل مع البنك المركزي وإلها حصة في مزاد، وهذه الدولة عندها علم هذا الشيء. نعم، كل المصارف اللي عندها مزاد تشترك بمزاد العملة، هي بالقانون مسموح لها بالتعليمات تستلم الفواتير من التجار اللي يستوردون، نعم، وتقدمها لمن؟ تقول يا أبا ذولا التجار طلبوا من عندي مثلا 50 مليون دولار، يجيبون، نعم، فلان سلع، وهاي الفواتير مالتهم، يدخل بالمزاد ياخذ هاي ال 50 مليون دولار بسعر 119 ويعطيها لهذا تاجر او القسم بحجه هذا التاجر. بس هي يعني قسم منها، عندما بالدوره الماضيه سوينا مقارنه بين، رحنا للجمرك قلنا لهم ايش قد مثلا في هذا الشهر دخل عندكم بضاعه وايش قد، نعم، خرجت اموال، لقينا فارق كبير بين فعلا السلع اللي خضعت الجمرك وبين الفواتير اللي راحت وتم شراء بها دولار. طيب خلينا شويه ادخل بعمل لجنه النزاهه النيابيه، وابدو اياك من لجنة مكافحة الفساد، شلون تقيمها لجنة السيد أحمد أبو الغيف؟ والله هي هذه اللجنة اللي هي سموها 29 ديوان الأمر الديواني، هذه اللجنة هي بها خارج الضوابط حقيقة، يعني أكو مفروض مفترض هذه لجنة نزاهة، هيئة النزاهة البرلمانية بها قانون ومشرع بالمجلس النواب وتعمل منذ، شنو خارج الضوابط بهذه اللجنة؟ يعني إحنا ما عندنا بالتعليمات والقوانين أنه لجنة تصدرها مجلس وزراء مثل، نعم، يعني هذا اشبه بمجلس مكافحه الفساد اللي سواه عادل عبد المهدي وسيد حيدر العبادي، نعم، لكن الياته تختلف. هذا
هذه لجنة شكلت بأمر من رئيس الوزراء. نعم. وأنا ما أريد أتهم اللجنة، لكن اللجنة بها إيجابيات وبها سلبيات. اللجنة أوامرها صارمة، يعني عندما تجيها معلومة أوامرها قوية وفعلا مزين هذا الشيء؟ هذا شيء زين. نعم. يعني خلت كثير من الذين لديهم فساد لا زال يعملون على العقود، عندهم توجس وتخوف من هذه اللجنة. من جانب آخر يعني عملية يعني متابعة دول المساجين، أكو كثير من تقارير حقوق الإنسان، يعني صار عليها لغط من مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب على أنه ما تقدر تتابع المسجونين اللي عليهم مذكرات قبض، تعرضوا إلى ضغوط. يعني وقفتم على حقيقة التعذيب وغيرها من الأمور؟ والله أنا مباشرة في أحد اللقاءات مع السيد رئيس الوزراء شوفنا هو بالفيديو، قال تفضلوا مثلا هذا الشخصية هاي الشخصية يقولون عليها معذبة، طلعنا صور، قال دول شو بدأ يلعب رياضة، قول شو ما بي، شوفنا صور بالفيديو السيد رئيس الوزراء بنفسه. زين هاي الشخصيات شنو مصيرها اللي تم اعتقالها؟ قسم الحكومة تعرضت لها، مثلا عندك والباقين. أحمد الساعدي، نعم، بالكيكاك، وباقين أيضا يعني اللي ما عنده شيء وهذه يطلع، واللي عليه فعلا إثبات أو هو اعترف احتمال يعني أيضا يعني أكو أسماء المدراء عامين تم اعتقالهم لحد الآن ماكو أي نعم أي شيء يعني. نعم أكو لحد الآن ما عرفنا عنهم نتائج. قلت لك أكو شوية ضبابية في عملية متابعة هؤلاء، ولذلك هو هذا جزء من الاعتراض سواء من أعضاء مجلس النواب، اعتراض من بعض السياسيين على هذه الضبابية في متابعة هؤلاء اللي تم اعتقالهم بهذه هذه اللجنة 29. طيب خلينا نتحدث عن بغداد عاصمة العراق، واللي هي المفروض تليق بالعراقيين وهي العاصمة الحضارية. الأسبوع الماضي كان ضيف السيد كاظم الشمري، وتحدثنا بخصوص أمين بغداد والشكاوى اللي تلقيتها أنت جنابك وأيضا السيد كاظم الشمري من بعض المستثمرين. شنو طبيعة هذه الشكاوى؟ هسه بغض النظر عن الشكاوي، احنا أمانة بغداد العاصمة المفروض الشخصية اللي تجي تدير هذه المؤسسة العريقة المهمة واللي يطلع المفروض تعمل بشكل يختلف عن كل المحافظات وعن كل لازم عنده الكفاءة والقدرة والنزاهة والشجاعة في اتخاذ القرارات، ولازم عنده لمسة يحس بها كل مواطن في بغداد. ما يملك ذن الصفات الأمين الحالي؟ نعم، معماري، مسوي تصاميم يا أخي، بس ما مشتغل في بغداد، وما مشتغل ما موقع توقيع واحد في دائرة عراقية، ما مشتغل موظف بسيط، كيف يجي رأسا يصير رئيس أكبر مؤسسة عادلها أربع وزارات خمسة، يصير رئيس مؤسسة صار له أربعة أشهر بس أنا أدرس الوضع وأريد قزمة، يا ليش ما تمشي هذه المعاملات المتراكمة من زمن، منهل أخذ ثلاثة أشهر من شهرين ما يوقع، وجيت أنت صار لك أربعة أشهر ما توقع، والناس تروح تجي قضايا يعني مشاريع الناس متوقفة، مشاريع استثمارية بالمئات يراجعونا ما يرضى يوقع مباشرة مشروع. شنو السبب؟ بحجة أنه أنا أدقق المشاريع وهذه المشاريع بها فساد. وهذه حجة مقتنعين بها؟ لا، هذه إحنا المفروض مؤسسات، يعني أنت مؤسسة قبلك كان يديرها ووصل إلى مراحل أنت تستكمل. نعم. عندك ملاحظة على مشروع معين ممكن تشكل لجنة تعيد دراسته، أما توقف كل المشاريع أبداً مصحي. يعني راح أقول لك شيء واحد، أكو أكثر من 23 مشروع استثماري كبير صار لهم 4 إلى 5 سنوات يتابعون. تعرف أنت المعاملة الاستثمارية عندما تدخل إمارة بغداد إيش قد تطول؟ إيش قد تطول؟ لا يعني لا تتعدى أو لا يقل عن 3 سنوات حتى يكمل معاملة قطاعية. 3 سنوات؟ نعم. وهو هسه الأمين تسأله أكو معاملات من عام 2009. شنو نوع هاي المعاملة اللي تطول 3 سنوات؟ هذه هو هذا روتين الأمانة، الفساد الموجود، تأخير موجود حتى يضغطون على المستثمرين وتمر في دوامة. يعني هذا يضغطون عليهم من أجل شنو السبب؟ ليش ابتزاز وأشكال ويدخلونا بطرق ملتوية، يعني يمر كل هاي المراحل حتى يوصل إلى اللجنة العليا. يعني إذا عنده مشروع مثلا سكني، لا، الأرض تابعة لوزارة معينة كان جنسها زراعي أو جنسها يريد يحولها لسكني، يمر بكل هذه المراحل، الموافقات القطاعية يسموها، يروح يجيب موافقة الكهرباء والبيئة والتخطيط العمراني، ويجي إلى حتى يعرضها على اللجنة العليا اللي هي مشكلة بأمر ديوان بقانون قانون اللجنة العليا على الإنماء الشامل.
يجي بعد 3 سنوات يعرضوها والصادق عليها. عندنا 23 مشروع بزمن الدكتورة ذكرى صادقت عليها اللجنة العليا، وذكرى أيضا صوتت على هذا، بس 15 يوم مفروض يكملون المحضر يرفعوها، اجى أمر تغييرها ما وقعت، صار لها صار لها 4 أشهر يابا هذني مصادقة من اللجنة العليا ومار بكل يعني المراحل، يعني متوقفة فقط على توقيعك، توقيع بس يرفعهن العالم تشتغل، يقول لا أنا ذني ما وقعهن خلي الدكتورة ذكرى تجي توقعهن. عجيب. زين أكو هيك مؤسسات بالعراق خلي الدكتورة ذكرى تجي توقعهن، أنت أمين بغداد تكون جريء، يا أما ترجحهن يا ما تدققهن. هسه الدكتورة ذكرى طلعت بعد يعني خلاص يعني يعني ما أعرف يعني شلون تجي توقعهن، ما عندها صلاحية والله. أنا تأمين حالي على رئيس الوزراء، خلي يسمعني رئيس الوزراء. نعم. والله خلي أشوف السيد رئيس الوزراء بكن يجيب دكتورة ذكرى توقعهن. احنا اكو هيك ماده قانونيه احنا مسؤولين بهذا المستوى، اكو ماده قانونيه تسمح لهذا الشيء بانه ترجع مسؤول الى منصبه حتى يوقف الشخص اللي يطرح هيك شيء. مو احنا قلنا له انت المفروض تتابع وتمشي كل المشاريع، مو بس هذه عنده اكثر من 200. شنو الاجراءات النيابيه اللي راح تتخذ ضد امين بغداد؟ احنا حقيقه يعني اعطانا مهله اسبوعين وراح تخلص هاي الاسبوع القادم، احنا راح نباشر بجمع التواقيع لاستجوابه، يعني من يوم السبت راح تبدون تباشرون. نعم راح نجمع تواقيع وراح نستجوبه لانه غير قادر على اداره امانه بغداد. اكو بديل؟ هو رئيس وزراء يخلي بديل. يعني امانه بغداد تابعه الى رئيس وزراء، هو يتحكم طبعا بيه. هو يخلي هو يعين. يعني السيد الحالي السيد امين بغداد على معن، انا سالت السيد كاظم الشمري وما اجابني على هذا السؤال، قال ما عندي اجابه، عسى ان اجد هذه الاجابه عند جنابك. من يدعم امين بغداد؟ جهه سياسيه، كتله سياسيه، حزب سياسي؟ لا امين بغداد حقيقه امين بغداد هي كل المناصب دخل بها كتل سياسيه، لكن بعض المناصب مهمه مثلا قد يكون من يعني من يخلي المنصب هو رئيس الوزراء باعتباره العاصمه بغداد، هو سيد رئيس الوزراء في برنامج الحكومه قال انا ساكون امينا لبغداد. نعم. فهو اختار هذه الشخصيه لانه حتى باعتبار راد يجيب شخصيه جيده تدير امانه بغداد، لانه السيد الكاظمي مهتم بتطوير بغداد وكذا، فاجاب شخصيه انا ما عندي اعتراض على شخصيته سيد علاء كمعماري مشتغل بالتصاميم وكذا، لكن اعتراضك على اليه العمل. نعم لا ما مشتغل اداريات يعني لانه ما مشتغل مؤسسه حكوميه، ما مشتغل اداريات، بطيء في اتخاذ القرار، واحنا الوقت يمضي علينا بشكل كبير، ولازم يكون اولا مشجع للاستثمار، احنا ما عندنا اموال نبني بلد، هاي كردستان بنت بالاستثمار. نعم. انت اذا ما عندك خارطه استثماريه وتكون جريء باتخاذ القرار وتشجع المستثمر وتقول له تفضل هاي اجازتك خلال شهر او شهرين وروح اشتغل، مو 4 سنوات يفترمك المستثمر وموظفينك يفترون مخلينا في دوامه حتى يخضع لابتزاز. ما ننتقل الى ملف اخر، السيد علاء معن امين بغداد الحالي، هل باستطاعته ان يقود منصب امين بغداد ام لا؟ قبل ما تجاوبني ناخذ فاصل مشاهدينا ومن بعدها نرجع نكمل حديثنا. عدنا لكم من بعد الفاصل. نعم سيادة النائب تفضل، قادر على معن على إدارة أمانة بغداد أم لا؟ والله هو مهندس وأنا أشوف عنده يعني مقومات، لكن ما عنده الشجاعة في اتخاذ القرارات، وأنا ما أعرف ليش متلكئ في قادر أم لا؟ بهذه الآلية سيفشل، بهذه آلياته وأدواته اللي يشتغل بها سيفشل. طيب خلينا ننتقل إلى مبادرة الحوار، شنو موقفكم النيابي من مبادرة الحوار الوطني اللي أطلقها السيد الكاظم؟ ترون تشوفون بها بأنه أكو حلول واقعية لأزمات البلد راح تخدم العراق، لو عندكم ملاحظات عليه؟ والله انا يعني هذه اليات الحوار مطروحه من عام 2003 من بعد ايام الطائفيه وسنوات 2006 و7. نعم. يعني ما جابت نتيجه، يعني احنا كشعب متصالحين. احنا مشكله البلد بالقوى السياسيه الماسكه للسلطه واللي يدير البلد، اذا اكو تصالح خلي القوى السياسيه تصالح فيما بينها وتترك الوزارات وتترك المحافظات أن تعمل بحرية وتقدم وتجيب شخصيات، حتى لو هذه الشخصيات هي من ترشحها لمناصب مهمة لإدارة هذه المؤسسات أن تعطيها الحرية في العمل
وما تضغط عليها وتترك قضية المساومات والضغط على الوزارات حتى تقدر الوزارات تنجح والمحافظات تنجح. يعني احنا وزاراتنا الحالية مسيسة في الغالبية منعتها، يعني ماكو وزير هو يجي إلى مو وراء قوة سياسية، حتى لو الوزير إجا باختيار معين بعد الاختيار يتعرض إلى ضغوط إذا لم يستجب. يعني الوزير حتى لو جاء مستقل بالنتيجة أكو قوة سياسية وأكو من يعني يضغط عليه حتى يأتي إلى ما يصبون إليه. طيب الجماعات المسلحة وجماعات الكاتيوشة، أحد مستشاري سيد الكاظم قال بأنه هذه الجماعات مدعوة للحوار، في حين يرى آخرون أنه هذه الجماعات من المفروض أن يكون مكانها السجن. أنت شو تشوف؟ لا شوف، احنا بلدنا تعرض الى ازمات كثيره ووضعنا لا يحسد عليه، وضع محافظات الوسط والجنوب صحيح، زياده نسبه الفقر الى 45% و42% في السماوه والديوانيه والناصريه، يعني هذا مؤلم. لذلك احنا انا اقول المفروض هذا الحوار ياتي في هذا الجانب، انه احنا نحصر السلاح في بيد الدولة، وأكو جيش وأكو شرطة، وإحنا هسه الحشد سوينا له قانون وكل فصائل الحشد انضمت والآن تخضع للقيادة العامة ومرتب وضعها. إذا أكو قوة سياسية أخرى يعتقدون أنها تحتاج إلى حوار سواء من أجل خروج القوات الأجنبية من خارج البلد، جبتها على السلاح المنفلت صعبة ظل هاي الأوضاع الحالية اللي نمر بيها، من يقدر يسيطر على السلاح المنفلت؟ لا شوف إحنا اتخذنا قرار في مجلس النواب وصوتنا عليه، هو خروج القوات الأمريكية. أكو قوة يعني السلاح المنفلت بسبب وجود القوات الأمريكية؟ لا، هذا السلاح المنفلت نقصد به هو سلاح غير هذا السلاح، هو سلاح العشائر، سلاح المافيات، كثير من الشخص. أنا بدي أقصد على سلاح، لا أكو فصائل مقاومة غير. أكو فصائل مقاومة تقول مجلس النواب صدر قرار بإخراج القوات الأجنبية جميعا، إحنا ما راح نترك هذا الموضوع اذا ما تخرج القوات الامريكيه. المفروض يصير حوار هنا بين الحكومه العراقيه وهذه الفصائل ويصلون الى يعني فد اطر محدده تقبل بها كل الاطراف من اجل حمايه البلد وامنه واستقراره. كل الفصائل تحت امره القائد العام للقوات المسلحه، حتى الفصائل الاخرى التي تقول ان احنا مقاومه ونريد نطلع القوات الاجنبيه، هذه الفصائل هي اللي يصير معها الحوار من اجل التفاوض ما بين الامريكان، خروج الامريكان. راح يسيطر على هيك شيء؟ ممكن، هم موجودين فصائل يستطيعوا ان يتحاور معهم الحكومه، ماذا يريدون من القوات الاجنبيه؟ اكو هاي اطر واتفاقيات ممكن انه يصير اتفاق وحوار مع هذه القوه ومع القوات الاجنبيه. يعني اليوم الحكومه العراقيه السيد الكاظمي يتجرأ او يقدر يخطي خطوه ضد الفصائل المسلحه اللي موجوده عندنا؟ لا، هسه عفنا من يخطو، يدخل معها في حوار انه احنا القوات. يعني انت مع لغه الحوار؟ نعم، مع لغه الحوار من اجل نصل الى نتيجه سواء مع القوات الاجنبيه الموجوده في العراق، شنو يعني نخليها اطر للتواجد بحيث تقبل بها هذه ايضا الفصائل، والفصائل ايضا ماذا تريد من هذه القوات، حتى نصل الى معها الى صيغه، اولا نحد من السلاح، نعم، ثانيا نوقف هذه الضربات حتى البلد يمشي ويستقر. ولانه عمليه هاي ممكن هو هسه هي جزء من الحمله اللي طرحها السيد الكاظمي، هي ترى تشمل هذا الجانب. تعتقد احنا بحاجه الى اتفاق طائف جديد؟ لا ابدا ما عندنا احنا برعايه دوليه لترميم الوضع العراقي، وايضا بنفس الوقت بضمانات دوليه. لا استاذ، على احنا كشعب متصالح، لا عندنا قتال طائفي ولا قومي، وانت تشوف تقدر تتنقل مثلا الانبار تروح وتروح لصلاح الدين وتروح البصره، ماكو في الشيء. احنا مشكلتنا في النظام السياسي الموجود وليقود البلد، نظام سياسي برلماني، هذا النظام لا يوالم العراق، ما يتلائم مع لا اجواء العراق ولا توجه العراقيين، نحتاج الى نخلق نظام سياسي اخر، ولذلك شوف البعض يطالب بتغييره الى نظام رئاسي بعد ما فشل النظام البرلماني. احنا نظام البرلماني وعمليه المحاصصه هي اللي دمرت البلد ودخلتنا في هذا المطب وهذا المسار اللي ما راح نطلع من عنده في ظل هذا النظام البرلماني. اكو اتفاق بالاجماع على حل مجلس النواب؟ نعم، اكو 172 توقيع لحل البرلمان في 9
10 قبل البرلمان بيوم واحد. هذا الشيء يؤكد على حدوث الانتخابات بوقتها. نعم هذه ما معناها إذا صار التصويت معناها هنا أكو جدية في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 10/10. زين طيب حل البرلمان يثير الكثير من الكتل السياسية من أن الحكومة قد تنفرد بالسلطة في ظل عدم وجود سلطة رقابية عليها. نعم أكو تخوف من القوى السياسية يصير فراغ وماكو رقابة على الحكومة لأن البرلمان سوف إذا انحل قبل شهرين وكذا يعني تعرف وضع البلد مو مستقر. هسه هي جهة رقابية موجودة وهم يصيرون موجودة. لا البرلمان منتخب وهو صمام أمان للبلد. لا شلون يتم حله بالانتخابات؟ الدستور يقول هيك عندما تجري انتخابات مبكرة يجب أن يحل البرلمان قبل موعد إجراء الانتخابات. إحنا هسه قربنا من الموعد. نعم. حتى يصير قبل يوم حتى لا تصير أي شيء لا سامح الله. قربنا الموعد إنه خلينا قبل يوم التصويت أو قبل يوم من إجراء الانتخابات. الكتل السنية حل البرلمان عندها قد يشكل طعنة لهم. لا أكو كثير من النواب السنة والسياسيين السنة موافقين على هذا الموعد وهذا ترى تقريبا عليه توافق في غالبية القوى السياسية على أن يكون موعد حل البرلمان في يوم 9/10. يعني هسه حاليا حسم موعد الانتخابات خلاص يعني اتفقتوا على والله شيء وبعد هو كل الأدوات إجراء انتخابات تحققت وكان المعارقل هو المحكمة الاتحادية سمعت قرار المفوضية قررت إلغاء انتخابات الخارج أكو تبعات سياسية لهذا القرار؟ أعتقد أكو جهات سياسية كثيرة سوف تتضرر لأنها تستفاد من أصوات الخارج وستواجه اعتراض المفوضية على شنو أسباب هذا القرار؟ أسباب المفوضية تقول اليوم أنا قرأت بالإعلام تقول كثير من يعني يحتاج لها أولا وقت لتحديث البيومتري يجب الناخب أن يصوت بالبيومتري لا زال يعني يحتاج لنا وقت طويل حتى نكمل التحديث بالبيومتري. نعم. ثانيا الانتخابات في الخارج تجري خارج السيادة العراقية في دول وهذه الدول يجب أن تخضع إلى قوانين تلك الدول. نعم. وهناك كورونا وعمليات التجمع وهذه كلها تأثر على عملية إجراء الانتخابات. ثانيا تحتاج إلى أموال طائلة لإجراء الانتخابات بالخارج. يعني مجموعة عوامل. ممكن يلغي هذا القرار؟ والله إذا أكثرت قناعة لدى الكتل السياسية ممكن أنه نلغي في هذه المرحلة فقط في هذه الانتخابات أن نلغي أصوات الخارج. طيب وفق رؤيتكم شنو أبرز شيء يهدد الانتخابات المبكرة؟ السلاح المنفلت. راح نرجع نفس الدائرة. وشلون؟ الذي يهدد إجراء انتخابات نزيهة وشفافة المال السياسي والسلاح المنفلت. المال السياسي شلون راح يسيطرون عليه والسلاح المنفلت شلون راح يسيطرون عليه لو ترجعون نفس سنة 2018 وانتخاباتها ونرجع لنفس الحديث ونفس الدائرة ونفس المشاكل ونفس عمليات التزوير والتمادي. هذا واجب الحكومة هي وعدت الناس والشعب العراقي وأنه تجري انتخابات شفافة. احنا اليوم ما نمشي على الوعود. أنتوا اليوم لكم دور. نعم احنا بالنسبة الضاغط الرئيسي على الحكومة العراقية. بس من ينفذ قرارات إجراء انتخابات ويحكم السيطرة على البلد هي الحكومة. ليس عضو مجلس النواب انا عليه اطالب وبدعي بس انا ما اقدر احرك لواء واقول له تعال اقف بهذا المكان. الحكومه العراقيه على الحكومه. نعم احنا ضاغطين ونقول ضروره اجراء انتخابات شفافه وعادله وان لا يكون دور للسلاح المنفلت ولا للمال السياسي ولا للعشائر وانما اكو حريه وشفافيه في بانه الناخب يذهب الى مركز الاقتراع ويضع صوته بحريه دون ضغط او تدخل. راح تتكرر ايام 2018؟ قد تتكرر بالانتخابات لانه هذه الانتخابات مفصليه ومن يثبت نجاحها في هذه السياسه سيكون له دور كبير في المرحله القادمه. لذلك القوى السياسيه متقاتله في هذه الانتخابات وتبذل كل جهودها من اجل ان تنجح وتحصل على اصوات ومقاعد في الانتخابات القادمة. أكو تسريبات تقول إلى أن السيد حيدر العبادي وخالد العبيدي والسيد الخنجر والكاظمي سيكونون في تحالف واحد. صحيح؟ في طور الحوار يعني سمعنا هذا الشيء لكن لحد الآن. أنت ما تسمع أستاذ طه أنت تجيك المعلومة صحيح؟ لا يعني صار أكو حوار لكن لم يصلوا إلى
ما متفقين لحد الان الى مرحله الاتفاق، لكن هذا المعلومات هذه صحيحه؟ اكو حوار بين يعني حوار بين الكاظمي بين السيد العبادي بين الكاظمي حتى بين السيد عمار الحكيم، هاي صار لها فتره هذه الحوارات على انه يصير ائتلاف، لكن لحد الان لم يصلوا الى مرحله الاتفاق. مشروع ائتلافكم ويا دوله القانون وين وصل؟ لا يوجد له اي صحه. خلاص يعني اصلا دوله القانون قررت وسجلت ائتلافها، وائتلاف النصر ايضا سجل ائتلافه وانتهى الموضوع. شنو حظوظ ائتلاف النصر؟ والله هي القوى السياسيه يعني جميعها متذبذبه. النصر مشروع وطني ونجح في الانتخابات الماضيه وتوجه توجه وطني، واعتقد اليوم كل شارعنا توجه وطني، واعتقد سيكون له نجاح ومقبوليه من الشارع العراقي مشروع النصر. طيب قانون الانتخابات الحالي اثر عليكم؟ طبعا اثر على الكل، على كل القوى السياسية أثر، ما عدا القوى السياسية اللي تعتقد أنها جمهور مسيطر عليه اللي هي مثل سائرون. أما القوى السياسية الأخرى تقول لي جميعا تضررت. جمهور سائرون ما قل؟ طبعا يقل، هم يقولون نحن مسيطرين في المناطقية، لكن أنا أعتقد أيضا سيخسرون. يعني قصدك تقل مقاعدهم؟ تقل مقاعدهم. طيب الأحزاب التشرينية تأثر عليكم بترشيحها؟ طبعا هو اكو وعي بالشارع وصار تغيير بتوجه الناس، لكن الشارع التي قسم ظهر البعير هم توجههم باختيار الدوائر المتعدده، وكان خطا فادح. لو مطالبين بالدائره الانتخابيه الواحده كان حققوا مقاعد اكثر من هذا القانون بكثير. هذا ما راح يخدمهم. هم رادوا سووا واستجابت القوى السياسيه واستجابت القوى السياسيه، غيروا القانون، تغير القانون. يعني تتوقع بأنه لهم حظوظ كبيرة؟ لا، في هذا القانون ليس لديهم حظوظ، مثل لو كانت دائرة انتخابية واحدة المحافظة. يعني ما راح يحصلون؟ يحققون، بس قلت لك لو دائرة واحدة ليس بنفس النسب لو كانت دائرة واحدة. طيب اسم السيد العبادي مطروح لرئاسة الوزراء مجددا. والله هو انطرح حتى بهذه الدورة، لكن صار عليه اعتراضات قوى سياسية أخرى. وخاصة شو سبب الاعتراض؟ القوى الكردية، لأن كان واقف بسبب موقف الاستفتاء ودخول كركوك والمناطق متنازع عليها والقرار، هذه اللي أثرت عليه طبعا. والقرار الكردي مؤثر بالقرار الاتحادي. والسيد العبادي يعني مستعد؟ والله العبادي شخصية جيدة واقتصادية، ولو موجود في هذه المرحلة ليحقق نجاح كبير في عملية، خاصة في قضية البناء الاقتصادي للبلد. يعني إذا القوى السنية والقوى الشيعية متفقة على السيد العبادي، هل ستقف بوجههم القوى الكردية وتعارض وتمانع أن يستلم المنصب السيد العبادي؟ شوف، من يعطي يعني قوة للمرشح هو ما يحصل عليه في الانتخابات القادمة. هو عندما يجيب مقاعد عدد كبير يتأهل أن يتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى سينجح، لكن إذا لم لديه مقاعد كافية سيكون التفاوض صعب. يعني هي الانتخابات القادمة يجيب أكثر أصوات هو حيصير رئيس وزراء، مو صحيح؟ لحد الآن هذا الموضوع لن ما يحسم؟ ما يحسم، لازم في الجلسة الأولى الكتلة السياسية التي تشكل في الجلسة الأولى ستكون هي من تختار رئيس الوزراء. راح تكون اكو ضغوطات خارجيه؟ طبعا هو الضغط السياسي والتدخل الاقليمي والدولي موجود بالعراق في كل مراحله من السقوط الى يومنا هذا، التدخل موجود، ضغوطات ايرانيه تركيه سعوديه امريكيه انجليزيه كلها موجوده. من الضاغط الاقوى على العراق او المؤثر الاقوى؟ منو المؤثر؟ الامريكان والايرانيين. اي كفه ترجح، امريكا ام ايران؟ يعني في وقتها لكل مرحلة لها ظروف، لها ظروف لكل مرحلة. يعني رئيس يعني وزراء يعني قادم. يعني القوى السياسية التي مثلا موالية لإيران إذا جابت مقاعد كبيرة ستكون كفة إيران قوية. إذا القوى السياسية التي لها ميل إلى الجانب الغربي إلى الجانب العربي سيكون تأثير هذه القوى أكبر، وهكذا. أكو قوى سياسية ما تميل لا لإيران ولا لأمريكا طبعًا، ولا للدول المحيطة؟ بلد وطني، هواي قوى سياسية وطنية لا تميل إلى أي جهة، تريد سيادة العراق وتريد قرار عراقي، كثير من القوى السياسية. وهاي تقدر تشتغل، ما تأثر عليها إيران، ما تأثر عليها أمريكا؟ لا، هي ليش ما نجحت؟
لأنه أكو تأثيرات لذلك ما اليوم صار. الأغلب يقول القرار السياسي العراقي بيد إيران. بس يقول العراق ترى مفتوح وتدخل كل الدول. إيران نعم لها تأثير كبير، لكن كل القوى السياسية، كل القوى الدولية والإقليمية موجودة، كل من حسب حجمه. ليش الأمريكان ما يأثرون؟ ليش الإنجليز ما يأثرون؟ دول عربية، تركيا، كل دولة لها موالين ولها قريبين عليها. شو تقيم الدورة النيابية الحالية برئاسة السيد الحلبوسي؟ والله الدورة يعني تختلف عن الدورات السابقة، يعني يعني أنا ما أتكلم عن الأداء، الأداء هو مهم، كثير من القوانين المهمة نجحت هيئة الرئاسة في تمريرها، مثل قانون المحكمة الاتحادية، كثير من القوانين بالضغط وهذه. لكن فاعلية البرلمانيين القوى السياسية في الدورات السابقة أكثر، وقراراتها حاسمة أكثر بكثير من هذه الدورة. يعني كانت أي معضلة أو مشكلة كانت أكو شخصيات قيادية في مجلس النواب مؤثرة تستطيع أن تستوعب أي موقف وبسرعة وتجاوز. أنا شفتها بالدورة الماضية، لكن تختلف عن أداء هذه الدورة. طيب ممكن رئيس وزراء يكون سنياً ورئيس مجلس النواب يكون كردياً ورئيس الجمهورية يكون شيعياً؟ هذه المعادلة في هذه الدورة لا يمكن تتحقق، لأنه هذا عرف صار أنه رئيس الوزراء للشيعة، وممكن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان تتغير، يعني يصير بس تبقى رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة الوزراء للمكون الأكبر. جزيل الشكر إلى السيد النائب طه الدفاعي، عضو لجنة النزاهة النيابية. احنا نشكرك، شكرا جزيلا، وخذنا من وقتك، وكان هنالك الكثير من المحاور التي يجب أن نفتحها معك، لكن ونسألك أيضا، لكن الوقت داهمنا. شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، البرنامج قريب منكم، انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة. أترككم في أمان الله.